يتقدم إسلام، يتقدم إسلام. من أفضل لاعبين كرة القدم في الجزائر وبالنسبة لي أسطورة من الأساطير، السيد أفضل هداف في تاريخ الجزائر إسلام سليماني، اللاعب اللي بزاف يحبوه وعندو تانيك بزاف اللي ينتقدوه من داك بدون سبب، ومن داك كاين اسباب باينه على خاطر احيانا يدير تصرفات بيزار. بصح الكارير تاعو تهضر عليه وما كاش بزاف لاعبين جزائريين اللي داروا واش دار هو. واللي ما يعرفوش اسلام سليماني مليح، في هذا الفيديو راح نحكي لكم على حياته كاع ملي تبدا المسيره الكرويه ديالو حتى وين راه واصل دوك. اذا تحب هذا النوع تاع لي فيديو ما عليك غير دعمني بابوني لتحت باش تشوف المزيد. زير السولي تاعك وتبع معايا ليستوار تاع اسلام سليماني. زايد في 18 جوان 1988 في ألجي، إسلام سليماني لاعب كرة قدم جزائري يلعب أفون سونتر، وراح حاليا يلعب في كافي ميشلان اف سي مالينوا بالفرنسي في بلجيوم. راه لاعب حتى لدوكا 566 ماتش في حياته. المهم اسلام بدا المسيره ديالو في اول فريق لعب معاه اللي كان وفاق بلديه عين بنيان في 1999، كي كان في عمره 11 سنه برك. دار اول ديسبيتمون تاعو معاهم ولعب ديفونسور سونترال، بصح ما شدوهش. كي ولا سكند تايم حطوا المدرب الي دروا وشدوا، لعب معاهم اول تورنوا تاعو في شراقه، قعد مع الوباب حتى السيزون تاع 2004-2005 وين واحد اسمه قادر اكتشفوا وداه يلعب في الشبيبة الرياضية لمدينة شراقة جي اس ام سي عند المدرب اسماعيل ويتس، وهو اللي رجعوا مهاجم امام وكمل لعب مع جي اس ام سي حتى ولا سينيور. المهم سليماني كي كان مع شراقة كان لازم عليه يحبس القراية من ليسي تكنيك على جال لي زونترينمون اللي كانوا يديروهم في وقت القراية، واسلام بيان سور اختار كرة القدم. موسم 2006-2007 لعب اول ماتش معاهم كسينيور كونتر لارسيكا. المدرب محمد خلوفي دخلوا يلعب في الشوط الثاني ودار ماتش شباب. في عامين لعب 38 ماتش مع شراقة وماركا معهم 19 بيوت. 2007-2008 في الدوزيام ديفيزيون، 2008-2009 زادوا هبطوا شراقة للتروازيام ديفيزيون. الكوتشز ديالو سليماني كانوا بداو يوجدوا فيه للهاي ليفل كومبيتيشن، مع اللي قرباتش كان يدير زيارات لماتش تاع شراقة الله يرحمه، الرئيس السابق لرابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر. وشباب بالوزداد ايضا على هذيك كيرو ماركا سليماني داه يلعب في سي ار بي، لعب الماتش الاول تاعو معاهم كونتر لو اس ام بي. انخيل غاموندي كان المدرب تاع سي ار بي هذاك الوقت وعجبوا اللعب تاع سليماني وزاد دخل في قلبه كتر في ماتش كونتر جياسكا وين سي ار بي ربحوا 7-1. اسلام ماركا 4 بيوت لتماك. سي ار بي هو الفريق اللي لعب فيه اسلام سليماني اكثر من اي فريق اخر ب 123 ماتش من 2009 حتى 2013. المهم راح نقسموا المسيره تاع اسلام سليماني الى اجزاء، نحكوا على كاع العفايس المهمين واللي عندهم علاقه بكره القدم، وراح نبداو بالمشوار ديالو في لي كلوب باش موراها نحكوا على المنتخب الوطني. قبل ما نخوضوا في الصح، القفله تاع الابوني راهي قدامكم لتحت، اذا راه عجبك هذا النوع تاع الفيديوز ماذا بيك تشوف كثر، تما عبزها واكتيفي لاكلوش. سليماني راح للسي ار بي في 17 ماي 2009، شراوه ب 80 مليون سنتيم. المشوار ديالو التم في السيزون الاولى كان شباب، لعب 29 ماتش وماركا 8 بيوت في الشامبيون. وشنو في السيزون اللي موراها لونترينور ما كانش يلعبو بزاف، هكذاك وماركا 10 بيوت. كيف كيف العام اللي موراه زاد ماركا 10 بيوت واحد اخرين. فهذاك العام اللي ماركا 4 بيوت في ماتش واحد كونتر جياسكا كيربحوهم ب 7-1 في ماي 2011، وفي السيزون الاخرى تاع 2012-2013 لعب 15 ماتش هذا ما كان وماركا 4 بيوت. ديجا هذاك العام كانت مخلطه شويه، جات واحد الاصابه هكذا جوست مور ما داروا حالي لوزيتش المدرب السابق للمنتخب الوطني في الليسته تاع لي جوار، كانت تبان الاصابه خطيره وكانوا خايفين بالك تاثروا على لاكارير ديالو. بصح لي سيبورتور تاع السي ار بي جزائريين واسلام كاع حمدو ربي كي مور ما جوز لي رام لقاو الاصابه ماشي قراف بزاف، ودار العمليه عليها هنا في الجزائر عند الدكتور زموري، ما لعبش بالون 3 سمانات على جالها. في جويي 2013 بداو لي كلوب من الخارج يهتموا لاسلام سليماني، وكاين اللي كانوا حابين ينيغوسيو مع السي ار بي باش يشروه، خصوصا واحد الفريق اسمه ايفيون تي جي اللي بعث ممثلين للجزائر باش ينيغوسيو ترانسفير. وشنو هذاك الوقت بالذات كانت متشربكه شويه بين اسلام سليماني والسي ار بي، ومام حتى كانوا في الشراع، كان قاعد له عام في الكونترا ديالو، بصح هو كان حايب يتليبيرا قبل باش يقدر يروح. والسي ار بي ما حبوش يتلقوه، اما لاتيك اتاكاهم اون جوستيس على جال دي سالير ماشي خالصين. مع الاول لافاف مدت الحق للسي ار بي، بصح غد من داك لقاو باللي في الكونترا نورمالمون السي ار بي يشرو دار الاسلام سليماني. ماغري المحامي تاع السي ار بي قال باللي في الكونترا ماشي محدد وقتاش يشرو له هاد الدار، بصح اسلام ربح شرع ورجع اونفان ليبر. وشنو الحكايه ما تخلاش هنا، السي ار بي بعدها راحوا لمحكمه التحكيم الرياضيه تريبونال اربيترال جو سبور باش يسيو يعاودوا يربحوا القضيه. كاين مصادر اللي يقولوا بزاف عفايس، بصح اون جينيرال
واقيل سليمانيت ليبيرا من سي ار بي، بصح السي ار بي بقى عندها الحق تنيغوسي فيه مع لي كلوب اللي حابين يشروه باش يدو معاه حق الانتقال. ديسكريبشن فيها كاع لي سورس، اقرا المعلومات لتحتها اللي حاب يتاكد اكثر، وزيد ابحث اكثر باش انت تزيد تعرف اكثر. المهم نيغوشيشنز مع ايفيون تي جي ما راحوش بعيد، وبانت في الساحه اف سي نونت اللي كانوا معولين يديروا له كونطرا تاع 4 سنين. 5 اوت 2013 سليماني راح لفرنسا مع البريزيدون تاع السي ار بي باش ينيغوسيو، وراح معاهم البريزيدون تاع الدوري المحترف هذاك الوقت محفوظ قرباج، واحد الجماعة واحد اخرين تانيك باش يتلاقاو مع البريزيدون كيتا اللي كان حاكم اف سي نونت في باري باش يتفاهموا معاه. المشكل هنايا نونت كانوا عم بالهم سليماني راهوك 100% ليبر، تما تفاجؤوا كي شافوا اللوفر الاولى ديالهم تاع 50,000 يورو ما قبلوهاش السي ار بي. على كل حال طلعوا الشيفر ديالهم ل 150,000 يورو وقالوا باللي ما يزيدوش اكثر من هكذاك، ومع الاخر كاع هذاك ترانسفير ما صراش مامبا. وفجاه اسلام سليماني انونصا في تويتر باللي راح تعاقد 4 سنين مع سبورتينغ لشبونه، واحده من لي ميور ايكول تاع كره القدم من وين خرجوا لاعبين كبار كيما كريستيانو رونالدو، ناني ولويس فيغو. هكذا قال سليماني ماغري هذاك الوقت كملوا في المرتبه السابعه الأسوأ في تاريخ الفريق هذاك الوقت. اسلام سليماني مع سبورتينغ اصبح اول لاعب مفورمي في الجزائر بعد عبد الحفيظ طصفاوت بيان سور اللي لعب في دوري ابطال اوروبا. ديجا هو اللي جاب لهم هدف الربحه كونتر اف سي بورتو باش تكاليفياو. السيد كان تالمون كل ما يدخل لي ماركي رجعوه تيتولار في بلاصه فريدي مونتيرو. ايتون عاد نولوا البيت الاول ديالو مع سبورتينغ اللي ماركاه كونتر اس سي البا كيربحوهم ب 8-1 في كاس البرتغال. تنين نوفمبر 2013 ماركا اول بيت ديالو في الشامبيونات تاع البرتغال كونتر ماريتيمو في دقيقه 62، عدل النتيجه 2-2، ربحوا الماتش هذاك 3-2. ضرب 4 سنين مع سبورتينغ لشبونه، خرج منها ب 57 بيت و 2 تروفي لا كوب وسوبر كوب تاع البرتغال في 2015. بعد ما لعب معاهم 111 ماتش هذيك ما كانتش اخر مره لبس فيها القميص تاع هذاك الفريق، خاطر في 2022 عاودوا اللي عندهم. حنا دوك نتبعوا الاحداث ونروحوا ل 31 اوت 2016. اسلام سليماني يشرو ب 35 مليون يورو ولا 28 مليون جنيه استرليني في هذاك الوقت، رجع اغلى لاعب جزيري ومغربي في التاريخ، وراح يلعب في ليستر سيتي مع صاحبه تاع المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز. حتى الصفقه هذه كانت الاغلى في تاريخ الفريق هذاك الوقت. مع الاول الحاله كانت تبان انتيك دخله بقوه وموسم حافل، خصوصا كي ماركا 3 اهداف في 4 لي ماتش تاعو الاولين، بصح الحاله بدات تتبدل بالوقت، بداوه الانجوريز بزاف وزاد جات لاكان وما قدروش ليستر يستفادوا منه بزاف، مع اللي زاد تبدل لونترينور ديالهم. لعب 40 ماتش وماركا 8 اهداف ودار 6 لي اسيست، يتسمى سلفوه لنيوكاسل يونايتد وريح معاهم 6 شهور، 4 منهم مبليسي في 2017-2018، موراها راح للفريق التركي فينرباتشي في 2018-2019، وين قال سليماني في انترفيو بلي هاد ليكسبيريونس كانت غلطة. مع الاخر ليستر زادوا سلفوه لاس موناكو وين دار سيزون شابة نوعا ما، مالغري ما طولش معاهم. مر 4 سنين عقد مع ليستر، سليماني راح ليون اون فري ترانسفير باش يعوض لاتاكون ديالهم موسى ديمبيلي اللي راح يلعب في اتلتيكو مدريد. ديل معاهم كان فيه 18 شهر، لعب 37 ماتش وماركا 8 بيوت 3 منهم في اوروبا ليج. بعد ما خلصوا الكونترا عاودوا للسبورتينغ لشبون، ومن تم بدا يدور بين لي كلوب، وين راح لستاد بريست وفنتنا في الفرنسي عند صاحبه بالليلي، من بعد لرويال سبورتينغ كلوب اندرليخت البلجيكي، ولتماك بدات تكثر الانتقادات سيرتو من الصحافه الجزائريه، وين بداو يقولوا عليه بلي خلاص تفاتلو الشمعه، طاب جنانو، عنده مونك دو كومبيتيسيون وما يقدرش يعمر بلاصتو في ليكيب ناسيونال. وكان الرد تاع اسلام سليماني باللي ما يحبوش لي جوار اللي تفورماو في الجزائر وينتقدوا كل ما هو محلي. جو كو دي جون كاين عباد يحبوا يخرجوا دي بوليميك سور سا، واش صرا واش ما صراش، باسكو كيما راكم على بالكم اسلام سليماني زايد في الجزائر. وجات اخر انتقالات اسلام سليماني في 2023 الاولى الى نادي كوريتيبا البرازيلي، اللي في الاعلان تاع الانتقال صرا سكوندال كبير، وين انونسوا الريكروتمون تاع اسلام سليماني وحطوا خريطه تاع الجزائر غلطه، فدخلت الحكومه ولات قضيه بوليتيك وزادوا حصلوها في الجيران، حتى طلبوا سماح كوريتيبا كلوب وقالوا بلي ماشي قصدهم الاساءه للجزائر. المهم دار معاهم سيزون متواضعه، لعب معاهم 11 ماتش وماركا 3 بيوت برك، وغير كيما عندها من با شهرين فسخ العقد معاهم وراح يلعب مع كافي ميشلان في بلجيكا اللي لعب معاهم مباراتين. يا لها من مسيره جميله معمره بالاحداث، لعب مع 10 فرق احترافيا ودار بزاف ريكوردز، وهذا كاع مازال ما حكيناش على الاسطوره مع المنتخب الوطني الجزائري. حتى
بنادم دار حاله وتقبل الدنيا. تسمى دوكا كيما راك كومونتي لي لتحت وشنو هو الهدف المفضل تاعك كاع تاع اسلام سليماني مع لي كلوب. ومن بعدها كمل تبع معايا الفيديو. اسلام سليماني فواياجا بزاف في حياته، راح لعب في كاع القارات يا جدك. انت قول لي واش راك تسنى باش تفواياجي وتروح تضرب الفاكونس هذاك. الله الله ايتشو، نحكي لك على لاجونس دو فواياج ديريكتور. الور ديريكتور وكالة السياحة والأصفار، هذه جاية في شراقة في حومتي. الوكالة هذه من بكري تخدم، عندها اكسبيريونس تاع اكثر من 10 سنين. التخصص تاعهم لي فواياج باينه يا خو، وكالة السياحة والأصفار. واش بك تخصص السياحة والأصفار، تسمى كل ما هو لي ريزرفاسيون دوتيل لي بيي لي فاكونس رحلات تاع العامل بيزنس كدا. لي فواياج دو جروب كيكونوا ديسپونيبل يخدموا طول العام، وانت واش راك تسنى باش تبدا تريزيرفي للصيف تاعك، تبدا توجد على خاطر كي تبدا تريزيرفي من دوك تستقام لك بزاف رخيصه على لو كانت تسنى حتى يلحق زعما الصيف هكذا وتقول اه واقيلا السمانه الجايه نضرب فيها فاكونس شباب. عبالك ربط الله في التليفون بواشنو هاد لي بري يكونوا ناقصين كتر لو كانت تبدا من دوك. تما تبدا بريباري فواياج تاعك. واش بك حاليا رانا اون كولابوراسيون باش تعرفوا اكثر على هاد لاجونس هذه وتستفسروا وتسقسوا على لي بري، تسقسوا على لي دات، على كلش. اللينك في الديسكريبشن تاع الانستغرام تاعهم، ادخلوا بعثوا لهم لي ميساج دي امز وفولويوهم سيرتو باش ميم دوكا زعما ما يشنا فحت لك تريزيرفي ولا تفواياجي في المستقبل ان شاء الله تكون تسكرولي يخرجوا لك فايس تاعهم تتفكر تقول قال نضرب فيها فواياج تحويسه، ولا في المستقبل ميم تكون فحتك تفواياجي وتقول ماشي عم ندير كلش وحدي وشكون اللي ندير فيهم كونفيونس، وتكون ديجا مسويفي ديريكتور. دونك لينك في الديسكريبشن، سويفيهم تسقسيوهم كاع الاسئله اللي تسحقوا تسقسوها، ريزيرفيو داك حابين تريزيرفيو، وحتى الهواة السفر واللي فيديو تاع السفر وكلش يحطوا محتوى شباب تاع السفر. دونك سويفيهم في انستغرام وفي تيك توك. ثانك يو للديريكتور للسبونسورينغ تاع هذا الفيديو. وين نولوا ليها October 29 2009 نولو للماضي في النهار اللي أول مرة يعيطوا فيها الإسلام سليماني ينطريني مع المنتخب الوطني المحلي. 21 سنة في عمره، صغير وجاي للدنيا. 9 مارس 2010 المدرب بن شيخة عاود عيط له مجددا باش يرومبلاسي يوسف صايبي اللي كان مبليسي، بصح وشنو ما لعبش هذاك الماتش. عامين بعدها في ماي 2012 المدرب واحد حالي لوزيتش عيط له يلعب في الفريق الوطني. الماتش الاول دخل في الشوط الثاني كونتر النيجر، سمانه بعدها دخل يلعب في ماتش كونتر رواندا، ماتش تاع التاهلات لكاس العالم 2014 وماركا اول اهداف ديالو مع المنتخب، سجل بدماغ وربحناهم ب 4-0. ومن هناك بدا الطغيان تاع اسلام سليماني مع ليكيب ناسيونال. بيوت مع مالي بصح خسرنا 2-1، زوج بيوت مع لاغومبي وبيت مع ليبيا، ودانا نلعبوا لاكان 2013. هذاك العام حطوه في الليسته تاع 25 لاعب نوميني باش يكون احسن لاعب في افريقيا لسنه 2013. داها يا توري. المهم سليماني كمل يطغى في كاس العالم 2014، دا مان اوف ذا ماتش كونتر كوريا الجنوبيه، فتح باب التسجيل ودار ماتش بزاف شباب، ماركا هدف التعادل كونتر روسيا وكيف كيف مان اوف ذا ماتش، وطلعنا لاول مره في التاريخ للويتيام دو فينال في لاكوب دي موند 2014. خسرنا كونتر المانيا مور ما عدبناهم الماتش هذاك وجازوا معنا بالسيف وراحوا ربحوها بيان سير. المسيره ديالو مع الجزائر كانت شابه بزاف بزاف، حتى ولو الخاتمه ما كانتش كيما يلزم الحال، مع اللي خرجنا من كان هذا العام في الدور الاول، لعب كاع لي ماتش كبديل وما دار والو، بصح ما ننساوش في 2019 وين ديناها والفريق كان احسن فريق في افريقيا. سليماني ماركا هدف واحد هذيك لاكوب، بصح لعب 3 لي ماتش وكان ويت ثقيل وسبورت بي من الفريق. في 8 اكتوبر 2021 كونتر النيجر، الفريق الاول اللي لعب كونترو اسلام سليماني مع ليكيب ناسيونال، ماركا الهدف رقم 37 ديالو، وبالتالي ولا احسن هداف في تاريخ الجزائر بعد ما دوبله حامل الرقم الاول اللي كان اللاعب عبد الحفيظ طصفاوت ب 36 هدف. وزعما حبس التام باينة باللي لا لا. اسلام لعب 102 مباراة مع الجزائر، دار 20 باس ديسيزيف وماركا 46 هدف، مخلينو اللاعب اللي ممكن ما كاش اللي راح يكسر له الريكور هذاك. حاليا هو الاول، طصفاوت الثاني، والثالث هو رياض محرز ب 31 هدف. ماغري انتقادات اسلام معروف بين في الميدان مع ليكيب ناسيونال، وهو انجح قلب هجوم في تاريخ المنتخب الجزائري. ماركا ديبيوت يريحو في لا ليجوند كيما البيوت ديالو كونتر لا صومالي، اللي حطوا الميور بيوتور في لي كاليفيكاسيون افريكان لا كوب دو موند مع ديدي دروغبا، سامويل ايتو وموموني داغانو ب 18 بيوت. المسيره تاعو بشكل عام مع الجزائر ومع لي كلوب تخليك تحترم هاد الجوار هذايا، وتستعرف باللي يبقى واحد من اساطير كرة القدم الجزائرية، خصوصا الانجازات اللي حققها في هذه الرياضة. ودوك نبداو نحكوا عليهم. جيست مور ما تعبز ابوني تاع تمتم، ماك شايف على بالي بلي معظمكم ماشي ابوني، عبز باش كيكون جديد يخرج لك ديريكت. راح نكمل في هذا النوع تاع لي فيديو وان شاء الله ديما نبقى في حسن الظن.
إنجازات إسلام سليماني في كرة القدم كثيرة، منها الجماعية ومنها الفردية. نبدأ بالجماعية، عنده مع الأندية ومع الفريق الوطني. مع الأندية، فيناليست تاع ألجيريان كاب مع سي آر بي في 2012، المرتبة الثانية في البورتوغيز تشامبيون شيب في 2014 و2016 مع سبورتينغ، ربح بورتوغيز كاب في 2015 وتان سوبر كاب في نفس العام مع سبورتينغ لشبونة. أما الفريق الوطني، ويتيام فيناليست تاع وورد كاب في 2014، وينر تاع أفريكان كاب في 2019. الإنجازات الفردية، ألجيريان بالون دور 2013، أفضل هداف الفريق الجزائر 2015 لجريدة الهداف، أفضل هداف إفريقي في أوروبا في تشامبيون شيب 27 هدف في 2015-2016، عضو في الفريق المثالي تاع فرانس فوتبول ماغراب في 2015، وتان أفارقة أوروبا 2015-2016، أفضل لاعب تاع الشهر في 2019 مع آس موناكو، وأفضل هداف في تاريخ الجزائر. إنجازات شباب بزاف، بصح كاين دارك سايد، يعني الدارك سايد تاع اسلام سليماني ماشي واسع بزاف. صراو شويه سكاندلز وخرجوا منهم ميمز موستلي، ماشي دي بروبلام. ساغمون هذا ماشي طويل، كاين شويه كونترفيرسيز، كاين شويه ميمز. نبداو بالترانسفير ديالو لكوريتيبا، وكي بارطاجاو لانونس تاع بلي رانا جبنا اسلام سليماني، بارطاجاو في لي ريزو ديالهم ويلكم اسلام سليماني. بصح حطوا خريطة الجزائر غالطة وين حاولنا أراضي ومدوهم للجيران. الحالة ولات سكوندال كبير بزاف، حتى الكلوب طلب السماح ودار ستيتمنت وقال بلي ما يقصدش الإساءة من الجزائر، وهذا سكوندال. وكاين هذيك اللي ولات ميم، إذا تشفاو كي دينا كوب دافريك 2019 وإسلام سليماني ما حبش يتلوق لا كوب، تقول وليدو. ومن بعد كي سقساوه قال لهم لا أختي أنا لا ما على باليش، ما على باليش أنا منك تحضر يا كاف. معليش معليش معليش، ما نقدر نقول لهم والو باسكو مانيش سامع كاع بهاد الحكايه، مانيش سامع كاع والله ما على بالي. That was funny. واحد اخرى اللي ماشي فاني كاع هي في ماتش كي كان يلعب في ستاد بريست 29 كونتر كليرمون، جوار يوهان غاستيان سب سليماني وقال له سال اغاب، وهذيك صرات عليها بوليميك كبيره. اخيرا وليس اخرا، الهده العيانه اللي دارها سليماني لبن رحمه في الماتش تاع الجزائر كونتر الكاب فير كي ربحناهم 4-0. بالرحمه جاب بينالتي وكي جا يتيريها سليماني نحاها له بطريقه عيانه. هي بعدها بالرحمه هضر وقال باللي ما كان حتى بوليميك ولا بروبليم بينه وبين سليماني، وباللي هو الكابيتان ويقادرو وما صراش مشكل. نو سي vous avez réclamé de tirer le penalty. Oui oui oui, j'ai réclamé parce que je voulais marquer. Ça me tenait à cœur surtout en Algérie mais c'est pas grave, c'est la hiérarchie, c'était normalement c'était Islam. J'ai demandé, après ça s'est réglé, mais il n'y a rien du tout. Donc Islam c'est un bon gars, c'est normal, tu vois, c'est normal. C'est le tireur, donc il le demande. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec Islam. بصح l'action quand même, ما جاياش كاع. Le vainqueur est... كانت هذه هي ليستوار والمسيرة تاع إسلام سليماني، واحد من أساطير كرة القدم الجزائرية. إذا عجبتك الفيديو راك تعرف دير جام، خلي لي رأيك في الكومنتار لتحت، وبين إذا كش ما غلط ولا عندكم معلومات تصحوها لي ولا عفايس زيادة تزيدوهم قولوهم في كومنتار، راهم مفتوحين. لي ليان ولي سورس وتاع كاع منين جبت لي زانفورماسيون كلش راهم في الديسكريبشن، دخلوا تقدروا تفيريفيو وكلش. ابوني بيان سور، اكتيفي معك لا كلوش، مازال كاينين دي فيديوهات من هذا النوع. وكومونتي لي لتحت واش من هو ايزاكو حابين تشوفوها، واش من بيرسوناج جزيري ندير عليه فيديو. شكرا لكم على الدعم المتواصل، وهذا ما كان. سلام.